أغلى الناس، مساء الخير على حضراتكم، سلام ونعمة ومحبة للجميع في مصر والوطن العربي والعالم كله. سهرة جميلة مع بعض إن شاء الله في برنامجكم ساعة ونص مشهورة على الهواء مباشرة. مضيفكم دكتور مجدي سحان. إحنا النهاردة على طول بقى نخش في موضوعنا بسرعة. كنا بنتكلم على أهم قواعد الذاكرة وقوة التركيز، دي ابتديناها المرة اللي فاتت. وعايز افكركم بسرعة احنا قلنا ايه، وبعدين نخش في الجزء التاني من الموضوع بتاعنا. يعني كنا قلنا المرة اللي فاتت ان في شوية حقائق نبدأ بيها قبل ما نقول قواعد التركيز والمذاكرة والدراسة والذاكرة. قلنا ان اول حاجة مفيش حاجة اسمها ذاكرة قوية وذاكرة ضعيفة. كل الناس عندها ذاكرة قوية، بس في ذاكرة مدربة وذاكرة غير مدربة. دي نقطة لازم نتفق عليها، لأن في ناس أحيانا تقول لك أنا ذاكرتي ضعيفة أنا بنسى. هو الحقيقة أنت ما بتنساش، العقل البشري ربنا صممه إنه لا ينسى. في دكتور اسمه دكتور أنوكي، ده راجل ياباني كان عمل دراسة على الذاكرة. عمل دراسة، محتوى الدراسة كالآتي، قال إن لو افترضنا إن العقل البشري عايزين نعرف قدرة استيعابه، هو قالها بطريقتين، طريقة علمية وطريقة يعني شعبية شوية. لأن قدرة العقل البشري على الاستيعاب حوالي 2.5 بيتا بايت. البيتا بايت يعني 1000 تيرا بايت، يعني احنا بنتكلم في 2500 تيرا بايت. التيرا بقى ده حاجة رهيبة، الهارد ديسك بتاعك لما بيبقى تيرا ده حاجة كبيرة جدا، يعني التيرا ده 1000 جيجا. شوفوا بقى الرقم كام، يعني حاجة ذاكرة عملاقة. ممكن الذاكرة بتاعت كمبيوتر زي كده تملأ أوضة بحالها، ذاكرة خرافية. ده اللي قدروا يحسبوه، لأن العقل البشري لا نهائي. وقالها بطريقة تانية، قال لو افترضنا إنك أنت بتقرأ، لو افترضنا جدلا يعني إنك بتقرأ كل ثانية كراسة معلومات، كل ثانية خلاص في الثانية الواحدة، ده افترض هذا يعني، وإن عمرك ربنا يديك طول العمر هيمتد 90 سنة. فلو افترضنا إنك أنت بتقرأ كل يوم، كل ثانية آسف، كراسة معلومات، ولو ضربت بقى الثانية في الدقيقة في الساعة في اليوم، وضربت ده كله في 90 سنة، يطلع عندك حوالي 3000 مليار كراسة. ده اللي قدر يحسبه. قال وهناك أكثر من ذلك، العقل البشري استيعابه خطير لا نهائي. بس المشكلة مش أنت بتستوعب قد إيه، إن اللي أنت بتقراه ما بيروحش. هو المشكلة إنه بيتخزن في صورة مرسال الحمض النووي، الميسنجر ار ان ايه، اللي هو زي ما قلنا ال 100 مليار خلية اللي في دماغك. خلية بالمناسبة فيها 100 مليار خلية، عشان تبقى متخيل يعني ايه 100 مليار. تعداد الكرة الأرضية احنا تقريبا داخلين على 8 مليار، فأنت عقلك فيه تقريبا 100 ضعف سكان الكرة الأرضية من الخلايا، يعني حاجة رهيبة. ال 100 مليار خلية دول اللي بيخزنوا 2.5 بيتا بايت، يعني حوالي 2500 تيرا بايت، حاجة رهيبة جدا جدا جدا. هذا العقل البشري اللي بيخزن 3000 مليون كراسة عبر عمره، مشكلته انه مش تخزين المعلومة، هي مشكلته كلها ازاي تتدرب على تثبيت المعلومة في منطقة يمكن استدعائها. يعني استدعاء المعلومة هو بس اللي ما بنعرفش نعمله بسبب التشويش واللبخة وتداخل الأفكار والزحمة والتليفون اللي بيرن والموبايل المفتوح والأحاديث الجانبية، فالعقل بيتشتت. فالمعلومة موجودة بس مش بنعرف نستدعيها. يبقى أول معلومة، أنت عقلك جبار الطاقة بكل الطرق، وأنه يستطيع أن يخزن مليارات المعلومات، ولكن لم نتدرب على تخزينها بشكل صحيح ثم استدعائها بشكل صحيح. يعني دي الفكرة رقم واحد. يعني نمرة اتنين قلناها برضو المرة اللي فاتت، حاجة اسمها قوة العقل الباطن، إن عقلك الباطن يؤثر على ثقتك بنفسك، اللي بيسموها السيلف فولفيلمنت بروفيسي اللي قلناها المرة اللي فاتت. كل لما تقول لروحك أنا بنسى، العقل يستجيب لعقلك وينسى. فأوعى
توحي لعقلك انك هتنزل، تقولش انا كبرت، انا عجزت، اصل الظروف، اصل بنت خالتي، اصل ابن عمي، الكلام اللي بنقعد نقوله ده. لا، هو انت اوحيت لعقلك بالضعف، فعقلك هيستسلم للضعف، واحنا قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت، ليقل الضعيف بطل انا في الرب، انت قوي وواثق من نفسك، وعقلك يستطيع ان يحتفظ بشبابه الى اخر مراحل العمر، زي ما قيل عن موسى انه لم تضعف او تكل عينيه ونضارة وجهه لم تذهب يعني. الحاجة الثالثة والاخيرة اللي هي الابتعاد عن المشتتات، وده احنا حكيناها المرة اللي فاتت عشان ما احكيهاش تاني، اللي هي البعد عن الموبايلات والالوان الكتيرة اللي بتخش وتقليب المعلومات، المشتتات اللي قلناها بكتر بكل الطرق، واتكلمنا على المشكلات الشخصية والخوف والتوتر والتعب والاجهاد الذهني. انا مش هعيد ده كله تاني عشان الحلقة نخش في الموضوع الجديد اللي احنا عاوزين نقوله يعني. طيب، احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على حاجة اسمها وسائل تقوية الذاكرة. في وسائل تقوية الذاكرة عاوز بس احكي معاكم شوية في بقى كم كلمة حلوين المرة اللي فاتت كنا قلناها. واحدة من الوسائل اللي قلناها، انا قلتها المرة اللي فاتت، تقسيم المعلومات الى اجزاء، ودي اللي سميناها بومودورو تكنيك. قلنا ان من الطرق السهلة لتجميع المعلومة هو انك انت مش تقعد تحشي عقلك معلومات، دي اللي انتوا هتشوفوها معايا على الواتساب، على الباوربوينت اسف، انما تقطيع المعلومات الى اجزاء. حتى احنا مثلا لما بنيجي نحفظ رقم تليفون، ما تحفظش الثمان ارقام بتوع التليفون الارضي او ال 11 رقم بتوع الموبايل، بتقسمهم في عقلك الى اجزاء، حتت جنب بعضها، 0 122 35 34 904 مثلا، يعني تحفظها كده اسهل. بتيجي تقرا كتاب او تذاكر لو كنت طالب، ربنا معاكم حبايب اللي داخلين ثانويه عامه او داخلين بكالوريوسات او امتحانات في كل سنوات النقل او في الكليات العمليه والنظريه، ما تيجي تذاكر ما تذاكرش 4 5 ساعات. بومودورو ده اللي هو التكنيك المشهور، قال لك قسم المعلومات الى ساعتين ونص، قال كده، قال كل نص ساعه تاخد منها 5 دقائق راحه، زي الطمطمايه كده، ما تذاكرش ساعتين ونص ورا بعض، ذاكر 25 دقيقة وقوم اعمل حاجة، 25 وقوم اعمل حاجة، بعد 5 مرات هيمر ساعتين ونص، خد نص ساعة راحة. فالعقل دايما في حاجة جواه اسمها الوصلات العصبية، لما تقعد ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، الوصلات العصبية دي ما تلحقش تنضج وتتبني وتعمل الوصلات اللازمة لتثبيت المعلومة. فدايما الطريقة دي اللي بيهتموا بيها هي تقسيم العقل او تدي راحة للعقل. وانا اشرح لكم برضو مثل لطيف ازاي ربنا عمل ادارة الجسم، حتى العقل كده والقلب كده، يعني قلب الانسان بيشتغل بالطريقة دي، هو بيشتغل وبيريح. هو على فكرة القلب في حاجة اسمها انقباض وانبساط، يعني ينقبض ويرتاح. الحركة بتاعت الانقباض والانبساط دي تقريبا 0.8 من الثانية، متخيلين؟ طب بصوا بقى المنظر، القلب بينقبض دي بتاخد 0.3 من الثانية، وبعدين يريح 0.5، بعدين ينقبض ويريح. وتخيلوا انه بيرتاح اكتر ما يشتغل، يعني شوف الحكمة الالهية في الراحة دي، تخلي القلب بيشتغل مكنة بتقعد 70 80 90 100 120، زي ما ربنا يديك العمر والصحة، تشتغل بلا كلل، مكنة. ليه؟ لأنها تنقبض في 0.3 وترتاح في 0.5، بترتاح أكتر ما تشتغل. العقل البشري عاوز كده، اشتغل وتدي له راحة، ففي وقت الراحة يستجمع الطاقة، طاقة الطعام، الجلوكوز، اللاكتيك أسيد، البروستاجلاندنز، المواد اللازمة للتخزين، فيشتغل بشكل أفضل وتترتب المعلومات جنب بعضها بشكل أفضل يعني. حاجة تانية برضو أحبكم تعرفوها، اللي هي اسمها الذاكرة المؤقتة والذاكرة الدائمة، برضو عشان تبقوا فاهمين العقل البشري، ربنا اللي هو فيه المليارات من الخلايا، 100 مليار بتاع الاتنين ونص بيتا بايت بتاع 3000 مليون كراسة، ده في ذاكرة اسمها ذاكرة مؤقتة، دي اسمها شورت تيرم ميموري، او الذاكرة قصيرة المدى. دي الذاكرة اللي بتحفظ المعلومة لمدة لا تزيد عن يوم، عن 24 ساعة، في حدود ال 24 ساعة.
في حاجة تانية بقى اسمها الذاكرة الدائمة، اللي هي بتقعد فترات طويلة أكتر من 24 ساعة، أيام، أسابيع، شهور، ربما سنين. والعقل البشري بيعمل الآتي، في يعني عبقرية في إدارة العقل البشري، إنه الحاجات غير المهمة ما يحطهاش في الذاكرة الدائمة، حطها ليه؟ ليه أخزن معلومات ملهاش دي كراكيب. يعني انت ماشي في الشارع بتشوف الوان واشارات وعمارات وبيوت وعربيات، كل ده حاجه بتعدي على عينك، العين ما بتخزنش ده كله. ايه لازمه ان انا وانا مروح البيت شفت لي 300 400 عربيه على 500 600 بني ادم؟ لا، الحاجات المهمه اركز فيها. يعني شفت مثلا حد يهمني امره، ده ذاكره مهمه تتحط بقى في الذاكره طويله المدى. فعشان العقل ما يكركبش دايما بياخد المعلومات غير المهمة يحطها في قصيرة المدى وبعدين يرميها لورا، أما المهم ينقله من قصيرة المدى لطويلة المدى. جه بقى واحد قلناه المرة اللي فاتت هحكيها بقى بالتفصيل، اسمه هيرمان ايبنج هاوس. انا قلت على العالم الالماني ده الراجل ده في سنة 1850، ده عاش من 850 1850 ل 1909. اخترع ظاهرة او اكتشف فكرة اسمها ظاهرة منحنى النسيان. عم ايبنج هاوس ده قال ايه؟ قال ان البني ادم فينا لو اديته معلومات، هنفترض بصوا على الكيرف ده، قدرتها 100%، خلال 24 ساعة العقل ينسى حوالي 70% مما قرأ او تعلم. متخيلين؟ 70%. وقال ان ده اسمه منحنى النسيان. بعد حوالي شهر لا تبقى في ذهنك الا 20%، يعني انت بتنسى حوالي 80%، لكن هي اول جزء اللي هو ال 24 ساعه ده، هو ده الكيرف المهم، حوالي 70% بتنساه خلال اليوم الاول، يعني ما بتحتفظش الا ب 30 تقريبا، 30 33% من المعلومات. فاكتشف حاجه اسمها منحنى النسيان. عم ايبنج هاوس ده قال ليه ده بيحصل؟ لانك انت غالبا بتحط المعلومات في الذاكره قصيره المدى وليس في الذاكرة طويلة المدى. وابتدى بقى يحكي لنا ازاي العقل البشري يقدر يحط المعلومات في ذاكرة طويلة المدى. الكلام ده بقى مهم للي بيذاكروا، للي بيقروا، للموظفين، للدكاترة، للمهندسين، ان المعلومات تبقى سهل استدعائها. ازاي تحولها من حاجة قريتها مرة لحاجة تعيش معاك بقية العمر، ممكن تقعد بالشهور وبالسنين طالما عرفت تخزنها صح. فعم ايبنج هاوس اخترع بقى الايه؟ قال انه عشان تحولها من المؤقتة الى الذاكرة الدائمة، عمل حاجة مهمة جدا 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 اسمها الذاكرة المتباعدة او التكرار المتباعد، او سماها repetitive spacing، انك تكرر المعلومات على مسافات غير منتظمة، اسمها التكرار المتباعد. وهحكي لكم بطريقة بسيطة وانا اوريها لكم ازاي بتتعمل. يعني ان اول حاجة تعملها اذا كنت مثلا بتقرا كتاب، او انت طالب، او بتذاكر، او بتقرا معلومات، او بتحصل حاجة داخل امتحان، او بتقرا حتى كتاب عادي، او بتحفظ جزء من كلمة الله، اول حاجة تقراها وتكررها على طول بعد التعليم مباشرة بعد ما تقراها. يعني تاني حاجة تكررها بعد حوالي 20 دقيقة، يعني تفوت 20 دقيقة مش ورا بعض، يعني فكرة انك ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض زي البربنت كده، ده ما بيحفظش على فكرة، لأن ما بيديش فرصة للوصلات العصبية إنها ترسى في مكانها. أقربها لكم زي بالظبط فكرة لما تيجي تبني سور أو تبني دور، تلاقي العامل بيحط طبقة من الأسمنت أو المونة ويحط عليها طوبة، وبعدين طبقة تانية وطوبة، ويسيبهم شوية لغاية لما المادة دي تنشف فتشيل فوقيها طوبة تالتة ورابعة وعشرة وتطلع دور واتنين. ما يقدرش يحط ده كله فوق بعضه، المادة دي ما تلحقش تثبت. فالمعلومة بتبقى عاوزة تثبت، تتحرك من حتة مهزوزة لحتة ثابتة، تكررها على مسافات عشان تكون بالتعبير بقى تشك، يعني زي الأسمنت يعني. وبعدين تكرر كمان مرة بعد حوالي 6 ل 8 ساعات، وبعدين تكرر كمان مرة بعد 24 ساعة. أهو المنظر قدامكم، ده اسمه طريقة التكرار المتباعد او السبيس ريبيتيشن، انك تحول المعلومه من ذاكره بتكررها ورا بعض الى بتقطع الفترات اللي بتكرر فيها. بصوا كده الرسمه دي اهي، اول تكرار بعد الانتهاء من القرايه مباشره،
تاني واحد بعد تلت ساعة، يعني سيب تلت ساعة. تقولي طب في التلت ساعة ده اعمل ايه؟ اعمل اي حاجة تانية، ذاكر مادة تانية، اقرا حاجة تانية، اعمل حاجة تانية. بعدها بتمن ساعات، في التمن ساعات دول مش هتقعد فاضي، هتقرا كتاب تاني او مادة تانية، تكرر بعد 8 ساعات. وبعدين اخيرا اخر تكرار تعمله بعد 24 ساعة. ده يضمن لك ان من منحنى النسيان بدل ما ينزل الكيرف بتاعك لمستوى رهيب، لا ممكن تحتفظ بقى بالمعلومات لمدة شهور طويلة. تمام؟ طبعا الكلام ده ممكن انتوا تعملوه في حاجات كتيرة في حياتكم اليومية، انك انت ممكن تلاقي نفسك بتحفظ آية من الكتاب مثلا، أو لحن أو ترنيمة، ما تقولهاش ورا بعض، قولها زي ما قلت لك بالتكرار المتباعد. دي أهم نظرية قالها عم إيبنج هاوس، تكرر تكرار متباعد يعني. خلاص، دي طريقة مهمة جدا جدا جدا. من الدروس التانية اللي قلناها برضو المرة اللي فاتت ونأكد عليها، إنك أنت ما تسيبش عقلك فاضي طول الوقت، حط في عقلك جديد. زي العضلة، لو انت بتمرن العضلة بتاعتك، العضلة هتكبر. يعني واحد بيلعب حديد، العضلة بتاعته تتحرك بس، بيمشي رجليه تتحمل المشي. انما فكرة انك انت تبقى سايب العقل خامل من ساعة ما تصحى، ربنا يديك الصحة، لغاية لما تنام انت نايم وعقلك نايم وابن خالك نايم وبنت اختك كله نايم مع بعض، وهتشغل عقلك ازاي؟ عقلك ما بيشتغلش. فطول الوقت تحط له جديد، معلومة جديدة، كتاب جديد، قراية جديدة، تدخل حاجة فيها نوع من أنواع التدريب العقلية، زي ما قلنا الشطرنج، السودوكو، الألعاب اللي فيها ذكاء، المسابقات، المقارنات. زمان الأولاد الصغيرين كنا بنشجعهم يعملوا اللي هي الكتاب اللي فيه مقارنات ما بين صورة وصورة، عشان يعرف الفروق بين الاتنين. كل ما عقلك يعني من أشطر الناس اللي عقلهم ذكي، اللي بيحلوا كلمات متقاطعة، لانه بيجيب من الشرق والغرب ومعلومه ويشبك الكلام، فيبقى عقله طول الوقت منتبه. فما تسيبش عقلك فاضي، اتعلم لغه جديده، اعمل اي حاجه بايديك. الستات اللي بيقعدوا لغايه ربنا يدي الصحه والعمر الماما وتيتا، اللي بيقعدوا يشتغلوا تريكو ولاسيه، بيحرك ايديه وبيحرك عقله وبيحرك ذكائه، فما بيعجزوش. البني ادم يعجز اذا ريح، عشان كده احنا ضد كلمه معاش. معاش اللي زعلك ضده، مفيش حاجة اسمها تكبر وتقعد في البيت، تعجز وتدي بقى تخبط في كنك المطبخ، وتتخانق على الدرف المفتوحة، وتتخانق على مش عارف المفرش اللي مش موجود، وتلاقي عقلك ابتدى سوري ينزل لمستويات مش غير مسبوقة. بعد ما كنت ملء السمع والبصر اشتغل، مفيش شغل اعمل شغل، اشتغل متطوع في خدمة، في كنيسة، في جمعية، في مؤسسة، في نادي، في علاقات اجتماعية، في أي عمل تطوعي، وده سن إنتاج رائع يعني. تمام؟ دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. إيه كمان تاني؟ حاجة قلنا عليها برضو المرة اللي فاتت وهنتكلم عليها أكتر النهاردة، إنك أنت ما تسرعش في البحث عن المعلومات في جوجل أو في الجي بي إس. قلناها المرة اللي فاتت وأكد عليها برضو، أنت رايح مشوار، شغل عقلك. مفيش حاجة اسمها انت ما تسوقش، تسوق وتفكر وتشوف الشوارع وتنمي حواس الجي بي اس اللي في مخك. احنا عندنا في مخنا جهاز في الميديا الايمننس الموجودة في المخ اسمه جي بي اس طبيعي. عشان كده مثلا تلاقي بتوع التاكسيات يقول لك لا يا عم انا ماليش دعوة بالجي بي اس، انا ممكن اشغله بعد شوية انطفيه، انا عارف بقى الشارع ده احسن، الحودة دي افضل. فالعقل يبقى طول الوقت منتبه يعني. من الحاجات اللي حبينا نقولها المرة اللي فاتت، انك انت تنظم عقلك ومكتبك وأوضتك ومواعيدك. كل ما العقل يبقى منظم يبقى سهل استدعاء المعلومة، كل ما العقل يبقى ملخبط ما تعرفش تستدعي المعلومات. مكتبك منظم، ورق منظم، مواعيدك منظمة، اصحى الصبح عارف هعمل ايه ورا بعض، مش اصحى وتسهلنا على ربنا ورزقي برزقك ويا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، واصطبحنا وصبح الملك لله ومن قدم شيء بيده. مفيش الكلام ده، الكلام ده لما نكون هنشحت، لما نكون هنشتغل ونقضي يوم. الوقت المنظم مهم، فتبقى نازل عارف دي وراك دي وراك، وماسك معاك ورقة اسمها تو دو، نسيت حاجة تكتبها في ورقة وتعلم انك خلصتها، عشان عقلك ما يقعدش طول الوقت واندرينج، عمال يلف في تليفون في تليفون في مشوار في حتة ورقة. لا، انت جنبك كراسة كده اسمها كراسة ما يجب ان افعل،
وتقسم بقى حاجات مهمة، حاجات أقل أهمية، حاجات مستعجلة، وكل ما تخلص وتعلم تلاقي عقلك ابتدى يرتاح، عشان ما تبقاش قاعد معايا وأنت مش مركز، لأن مخك عارف إن أنتك عاوز تعمل تليفون عشان تدفع الفاتورة دي، أو تكلم فلان عشان يودي لك المشوار ده، وأنت قاعد بتتكلم معاه فمخك مش هنا، ده أنت من أول الصبح كاتبهم، ولو طقت في بالك وياما بيطق تروح مطلع الأجندة دي وكاتب المعلومة وتحطها وتكمل تركز بقى معايا. حاجة مهمة كمان قلنا، خذ قسطا كافيا من النوم وتجنب الشاشات المضيئة بالذات بالليل قبل ما تنام. يعني نفسك تقلب في الموبايل قلب شوية ونام، لكن تقعد بالساعات الطويلة ده بيحرك في ذهنك مراكز الاستيقاظ. احنا قلنا لما الدنيا بتطفي بتطلع مادة في المخ اسمها الميلاتونين، دي بتخليك تنام نوم عميق. النوم مهم للذاكرة، تصوره، لانك وانت بتنام بيحصل ايه بقى؟ بترتب المعلومات المتناثرة أثناء اليوم، بيحصل إعادة لشفاء الوصلات العصبية والتركيبات الذهنية والمواد الكيماوية تترتب جنب بعضها، فالشتات اللي في دماغك ده كله يترتب تحت بعضه. إذا ما خدتش قسط كافي من النوم تصحى من النوم مشدود متوتر مش عارف تفكر. فنام فترة كافية، النوم شفاء، عشان كده ربنا ادانا نوم للشفاء. وانا يمكن عملت حلقة طويلة عن النوم والاحلام والراحة اثناء النوم. يعني حاجة مهمة قوي كمان ان احنا نتجنب بعض الاكلات وبعض الادوية، ااكد عليها للمرة التانية النهاردة. بعض الاكلات اللي هي زي ايه؟ اكلات الضارة اللي قلنا ناخد بالنا منها، السكريات، بالذات السكريات البسيطة. كل ما السكر يبقى قليل، لان السكر الزيادة بيترسب داخل الشرايين. الدهون المشبعة بكمية كبيرة، الزيوت المهدرجة، الأكل اللي بيتباع في الجانك فودز اللي هي الأكلات الجاهزة مليانة دهون مليانة. وطبعا أسوأ دهون في الدنيا الدهون المسكرة. يعني لو عاوز تسألني كطبيب إيه أكتر حاجة بتأثر على الذاكرة، إنك تاكل مثلا لحمة وعليها حاجة مسكرة، يحطوا عليها حاجة مثلا مسكرة زي الكاتشب مثلا، يبقى انت كلت دهون وسكر، الاتنين دول يعملوا عجنة كده يخشوا على الشرايين طبعا، وربنا يبارك في عمرك، شرايين المخ ضيقة جدا تمشي بصعوبة فتأثر على التركيز. جرب نفسك كده، اضرب لك حتة لحمة مسكرة او مثلا بطاطس بكمية كبيرة وكاتشب. طبعا انا عارف ان في ناس بتعمل كده مرة، يعني لما تعملها مرة مش هزعل يا سيدي، مرتين، لكن يوميا بالمنظر ده بتؤذي جهاز العقل. العقل عاوز الدم يبقى ماشي بتدفق، مش جواه دهون وحاجات سميكة مش عارفة تتحرك بسهولة جوا الدم. طبعا الملح قلنا عليه برضو من الحاجات المهمة جدا 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 ناخد بالنا منها. ونتجنب، قلنا في أدوية نتجنبها، حكينا الكلام ده، المنومات طبعا بدون إشراف طبيب. نفسك في ليلة تنام الدكتور كتب لك دواء عند اللزوم، لكن ورا بعض زي ما بتنيم العقل بتنيم الذاكرة بتنيم الجسم. يعني بعض أدوية الضغط اللي بدون إشراف طبيب، مضادات القلق والتوتر والاكتئاب، ومضادات الحساسية. تقولي يعني ممنوع الأدوية دي؟ لا لا، تاخدها تحت إشراف دكتور. واحد عنده مشكلة في الحساسية بياخد الدواء يوم اتنين تلاتة أسبوع شهر، لكن سنين. أنا بلاقي ناس يقولك إيه، فاكر يا دكتور لما جيت لك سنة 2011، 2011 وجاي متابعة في 2021، بقى لي 10 سنين لما كتبت لي ده مرتاح. يا راجل يا راجل، طيب انا قلت لك تاخد الدواء 11 سنة ولا 10 سنين؟ في ادوية طبعا بتتاخد فترات طويلة بس محتاجة متابعة وليها طريقة، وفي دواء يكمل ودواء يوقف ودواء نديك منه هدنة ودواء نبدله. لكن الانطلاق في الادوية بلا ضابط ولا رابط شيء في منتهى الخطورة. العب رياضة. من الحاجات اللي بتحسن الذاكرة جدا لعب الرياضة. ليه بقى؟ لقوا ان الرياضة بتطلع في العقل مواد سعادة اسمها الاندورفينز والانكفالينز، عارفين بيسموها بالعربي اسم غريب جدا، يسموها افيونات طبيعية. الافيون ده مادة مخدرة، احنا مخك بيطلع افيون، تصدق؟ ويطلع الافيون ده امتى؟ وقت الرياضة. يعني جرب كده، امشي ماشية حلوة، لف مثلا في الشارع بتاعكو او في النادي، لف لك لفة، او حد بيلعب كورة او سباحة او غيره، او اي رياضة تعملها تلاقي نفسك مبسوط ريلاكس. ليه؟ بيطلع في الجسم مواد مهدئة بتدي للبني ادم احساس بالطاقة والتركيز والسعادة.
أما الرياضة الجسدية فنافعة لقليل، زمائل بولس. كلمة قليل بالمناسبة يعني مش هي فوائدها قليلة، قليل يقصد بيها قليل في الزمن الحالي، هو بيقارن بين فوائد الرياضة هنا في الزمن، لقليل يقصد في زمننا الحالي اللي هو الوقت القليل الباقي لنا في العمر، مش لقليل يعني هي فوائدها قليلة، لا ما يقصدش كده يعني. فرياضة ماشي، وربنا يسوع لكل المجد لما كان موجود على الأرض كان بيمشي، يمكن مشي ساعات طويلة، انتوا عارفين لما قابل المرأة السامرية، طبعا ده معناه انك تمشي وتتحرك وما تسيبش جسمك قاعد راكد يعني، كل ما تمشي كل ما يبقى أحسن. من الحاجات برضو المهمة جدا تجنب القلق. تقول لي يعني تجنب القلق ده وعظة؟ لا مش وعظة. يعني الأحداث المقلقة ما تقعدش، في ناس تحب يا جماعة تيجي بالليل تبتدي تطلع لي كل الأحداث المقلقة، ميكروباص اتقلب، بيت اتحرق، واحد ولع، اتنين انتحروا، أربعة قتلوا بعض، هي لازم تسمع طب قتلوا بعض أربعة، هعمل أنا إيه؟ أقعد جنبهم عمال أقول على الدنيا واللي فيها والزمن الأخبر واللي جابني الدنيا، ما أنت بتدخل عقلك معلومات مقلقة. عشان كده كل ما تبعد عن الأفكار دي، الحاجة اللي المقبولة نسمعها، لكن كل يوم نصحى من أول ما ننام لغاية من ما نصحى لغاية لما ننام أخبار أخبار أخبار، وده اتحرق وده هيعطش وده هيموت وده قتل وده اتعدم وده، ما ينفعش الكلام ده. لقطة خفيفة كده من باب انك تبقى ماشي في الدنيا، لكنك انت تبقى على طول مغروس جوه الاخبار 24 ساعة، ده قلق. ما تقابلش ناس مقلقة، اما تقابل بني ادم مقلق ابعد عنه وادعي له، قول له لا يعني بلاش، او لو مش قادر قول له بلاش نغير الموضوع، غير الموضوع. وانا ماشي امبارح لقيت واحد مش عارف، غير الموضوع، نتكلم في حاجة مريحة يعني. عشان كده الكتاب يقول مثلا في اشعياء قولوا للصديق خير، ناقل الخبر الجيد، ده انسان مريح ومفرح يعني. نقي اصحاب يزيدوا من يومك الجميل ومن معلوماتك الجميله. الحاجات المفيده جدا 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 كمان، خلي حواليك مجموعه طيبه من الناس، سوشيالايز. كل ما اصحابك يبقوا حلوين يبقى فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب. الاصحاب الحلوين ينموا الذاكرة ويقووا الروابط العائلية، كل ما البني آدم مستقر في أصحابه في عائلته كل ما ذاكرته تبقى نشطة يعني. تصدق بقى إن في حاجة أخيرة بينصحوا بيها علماء النفس اسمها التأمل، إحنا بقى بنسميها الصلاة. لأنه التأمل بمعنى إنك أنت تهدي كل حواسك، هم يسموها ميديتيت، إحنا نسميها الصلاة والعبادة. تصدق ان دي بتحسن الذاكرة وتخلي البني آدم مرتاح ومبسوط ومطمن ومش شايل هم، وملقين كل همكم عليه هو يعتني بكم، وتشجعوا انا هو لا تخافوا، ولا تخف لاني معك. تلاقي نفسك داخل كده في حالة نفسية مرتاحة، فتطلع اعصابك جميلة وهادية طبعا غير الفوائد الروحية والبركات، انا بتكلم عن الفوائد النفسية، وده يساعدك ان عقلك ينتظم ويشتغل باجتهاد يعني. طيب حبايب اشكركم على محبتكم، احنا كده خلصنا الحلقتين بتوع الذاكرة وقوة التركيز، مع تمنياتي بصحة نفسية وذهنية للجميع. ودلوقتي نفتح بقى التليفونات لاستقبال اسئلة حضراتكم الجميلة، ابقوا معنا اوعوا تروحوا في اي حتة طبعا. ونبدأ بالتليفون الأول، معانا مريم من القاهرة، أهلا بيك يا مريم، تفضلي يا مريم، يا دكتور تفضلي يا مريم، أهلا بيك، مساء الخير يا دكتور مريم. مساء النور يا مريم. بقول لك يا دكتور، مامتي رجلها زي اضطراب نفسي كده، بتبقى بتعيط مرة تبقى قاعدة وسطينا كده تعيط، وتبص بعد كده تلاقيها بعد ما تعيط شوية بتقعد تصوت، وبعد ما تصوت نبص تلاقيها ضحكت. بقالنا قد ايه على كده يا ماما؟ هي قايلها 3 شهور يا دكتور. العمر كام سنة؟ هي عندها 59 سنة، 58 سنة. طيب الكلام ده بيتكرر كل يوم ولا مرة وراحت؟ لا بيتكرر كتير يا دكتور، يعني اوقات كان بيتكرر يجي 5 6 مرات في اليوم، واوقات كان بيتكرر 6 مرات في اليوم. عرضناها على دكتور ولا لسه؟ احنا عرضناها على
دكتور وديناها الناس كتيره بتصلي يا دكتور، و يعني بيصلوا وابقى كهنه وكله يقول ان هي ما عندهاش حاجه، دي حاله نفسيه ما عندهاش اي حاجه. لا انا قصدي وديتوها لطبيب نفسي او حاجه. احنا لما جينا الاول لابقى كهنه وبعد كده رحنا لطبيب نفسي. طيب ايوه ده سؤالي، عملته ايه طيب؟ الدكتور قال لها ان هي حاله نفسيه وبتفكر كتير، بتفكر كتير يا ماما بكلمه، يا ماما بتفكر كتير وهي بتجيلها عشان كده ما تخليهاش تفكر، طلعوها من اللي هي فيه. لا هي محتاجة علاج يا بتحاول ماما. لا تطلعها. ده اسمه اضطراب وجداني، ودي محتاجة علاج الحقيقة، ده لازم تاخد كورس علاجي. هي خدت الدكتور كتب لها على نوعين برشام اللي هو كواتين بيكس 25، لا الدواء ده مش كفاية يا ماما. واداني واحد تاني برضو نابكس في الفريق. هي طب هي اتحسنت عليه ولا ما اتحسنتش؟ انا شايف الادويه مش كفايه الحقيقه. هي ما اتحسنتش بالطريقه اللي هي يا دكتور، يعني اتحسن يعني بطيء شويه. طب حبيبتي انت بعد لازم كده تراجع الدكتور بتاعك، الادويه اللي انا شايفها ادويه يعني محتاجه تتظبط شويه. هو الخط قطع؟ طيب ما هو الخط قطع، معلش حبيبتي، هو الدواء اللي ماما بتاخده دواء ضعيف شوية. محتاجين نراجع الدكتور عشان نكتب أدوية، ده عندها حاجة اسمها تذبذب مشاعر، بيسموه اكتئاب متذبذب يعني، ومحتاج علاج مكثف في الحقيقة. معانا إيفون من الجيزة، ازيك يا إيفون؟ اهلا يا دكتور، ازي أهلا بيك حضرتك؟ يا إيفون، اتفضلي. انا جاني الحزام الناري من 5 سنين كويس. ولا زال موجود معايا لحد النهارده. دراعي تحت باطي بجزء من صدري وظهري، هو الطفح طبعا راح من زمان، بس الموجود عندي حاليا الالام المبرحه. فباخد قعدت 5 سنين باخد لاريكا، وبعدين طبعا اللاريكا مشيت. انا مش سامع حضرتك. لا لا انا انا سامعك، بتكلم انا في سامعك التليفون. كويس يا ماما، سامعك كويس. ايوه حبيبي، ايوه. انا باخد دلوقتي حاليا كونفانتين الصبح 400 مللي، وبالليل باخد سامباتكس 30 مللي الأدوية دي كويسة جدا على فكرة. دول كويسين جدا. الاستمرار فيهم ده فيها خطورة؟ لا مفيش خطورة طالما تحت إشراف دكتور، بس هو المفروض إن الأدوية كل 6 شهور تراجع الدكتور بتاعك. وأنا عندي اقتراح لحضرتك، ما لو هو الأدوية ما راحتش، لو ايوه الألم ما حبيبي، راحش بالأدوية، في دلوقتي ايوه يعني عيادات اسمها عيادات علاج الألم، بيعالجوا بالتردد الحراري رحت بيحقنوا. ما رحت يا دكتور، رحتي وأنت رحت حقنت في ظهري، أيوه حقنت في ظهري. رحت مستشفى بتاع ده، هي دار الفقرا، خدت ابره في سنتين الظهر تقريبا، ما كويس. عملتش حاجه خالص. لا انا مش عاوز، اعمل ايه؟ في نوعين من الابر، في ابر بتتحقن، في حاجه اسمها تردد حراري راديو فريكوانسي. انا ما اعرفش حضرتك ده خدتي حاجه ايه. جديده دي. حاجه جديده طبعا، وبتتاخد في علاجات للالم، في دلوقتي استشاريين علاج الم، بيخش بابره رفيعه مش يحقن، بيدي زي ماده سخنه كده بيسخن جنب العصب، فبيؤدي ايوه الى ان العصب ده انتقال الاشارات العصبيه فيه تقل شويه او تموت يعني. او تموت. بس فتعملي اسمعي الاسم ده وتسالي عليه، اسمه راديو فريكوانسي او تردد حراري، وانا تحت امرك حبيبتي. تمام. معانا مينا من سوهاج. ايوه مينا، الو، مساء الخير يا دكتور، مساء النور يا مينا، تعمل ايه حضرتك؟ اهلا بيك. معلش يا دكتور، كنت عايز اخد رايك في موضوع كده شاغلني من يوم الجمعه وعايز اخد رايك فيه. اتفضل. دكتور انا في شهر 8 اللي فات، السنه اللي فاتت، صرت بدور كورونا. بعد كورونا كنت قلقان، فجاني زي نوبه هلع، الم في الصدر وكلام زي كده. ايوه. فالدكتور قال لي دي نوبه هلع، فاعطاني ليها برشام، اعطاني حاجه اسمها استيكان وسايكولوناز وحاجه اسمها ديما بيرت. فالمهم انا مشيت يا دكتور عليهم، اتحسنت لحد شهر 1.
بعدين حصل لي دروب في الشغل عندي في فلوس وشيكات انا كنت مظبط عليها في الشغل والدنيا كانت مريحه وكده، مشكلة في الشغل يعني. فالقلق والتوتر رجع لي تاني، فاعطاني حاجه اسمها استيجان برضه ومادتماش، وحاجه اسمها تريبتيزول 25، وحاجه ثانيه اسمها اولونزابين. المهم يا دكتور انا ماشي عليهم، يوم الجمعه كده انا وبقلب على الموبايل لقيت في خبر على النت بيقول ان كتر الادويه دي بتسبب ان هو سرطان واورام في المخ وكلام زي كده، بالذات بيحذر من ماده اللي هي الفلوكسيتين اللي في البروزاك. فصحيح الكلام ده؟ انت الموبايل بتاعك ماركته ايه؟ واو. طب حضرتك بعد اذنك بعد ما تخلص الحلقة تنزل تبيع على اقرب واحد جنبيك وتشتري مكانه كيسين لب. خلاص ماشي يا دكتور. اوعى هقول لحضرتك انا بهزر معاك، اوعى تزعل انا بضحك معاك. لا 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 انا عارف انا عارف لو يا دكتور، تتكرم عليا ممنوع منعا باتا بتيتا بتاتيتا خالص. اوعى تقرا معلومات طبية على دكتور جوجل. اي حد تمام. في الدنيا عاوز يكتب اي حاجة حطها على جوجل، اي حد في الدنيا. وحضرتك مش عندك فيسبوك؟ طيب ما فتحتش قبل ومشكلة كده الصفحة الفيسبوك، بتاعت حضرتك ما برضه. لا فتحتش الفيسبوك قبل كده لقيت واحد عامل منتحل شخصية واحد وحاططها؟ ما حصلتش ليك؟ هي حصلت معك انت يا دكتور شخصيا. ومعايا انا شخصيا، يعني اي واحد بيحط كله كده. اي واحد بيحط صورة اي حد وينتحل شخصية اي حد، واي واحد بيكتب اي معلومة. احنا عندنا حاجة اسمها ثبت المراجع. المعلومات الطبية حتى احنا تمام. كأساتذة لما بنيجي نذاكر او بنيجي نشرف على رسالة ماجستير او دكتوراه، لما واحد بيجيب لي معلومة بقول له جبتها منين؟ مش دخل على النت وعمل سيرش. البيبر الفلانية اللي اتعملت في البلد الفلانية بتاريخ كذا صفحة كذا سطر كذا، ده المعلومة. ومش اي مجله، مجلات موثقه. ده انت نفسك عارف لما جينا عملنا الفاكسين، شوف قعدنا قد ايه عشان نوثق الفاكسين ونقول الفاكسين ده صالح والعيوب كذا ومش العيوب كذا. المعلومات ما تتاخدش كده. عشان كده نصيحتي لا تقرا تمام. بامفلت، لا تقرا بامفلت ولا تخش على جوجل. عاوز معلومه اسال المتخصص اللي هو بيعالجك، فلا تخاف ولا تعمل. وانا بقولها لك عشان كده انا رنيت عليك بقى. وعلى مسؤوليتي الشخصيه الكلام ده غير دقيق. غير دقيق يعني. طب ما بيرفعش يا دكتور انزيمات الكبد او ليه ضرر على القلب اي كده يعني، دواء في الحاجات دي الدنيا، امنه على بص اجهزه يا الجسم؟ صديقي، اي دواء في الدنيا بيرفع انزيمات الكبد، خدها قاعدة مني. امتى انزيمات الكبد؟ تمام. لما بتترفع، ده معناه ان كبدك شغال. على فكرة عارف يعني ايه شغال؟ يعني هو بياخد الدواء بيتعامل معاه عشان يتخلص منه، فلازم يعلى. ده لو معليش انزيمات الكبد تبقى عيان. بس امتى الكبد يبقى فيه مشكلة؟ لو انزيمات الكبد اتضربت في ثلاثة. يعني انت انزيمات الكبد تقريبا بتتراوح حوالي من 35 ل 40 انترناشونال يونت. لو الرقم اتضرب في ثلاثة بقى 120، يبقى الكبد بقى مرهق شوية. فأي واحد بيعمل أي دواء في الدنيا هتاخده تلاقي انزيمات الكبد بدل 35 تلاقي 40 50 60 70، كل ده ماشي. المشكلة بنبتدي ان احنا كأطباء ناخد بالنا لو الرقم اتضرب في ثلاثة. أدوية الكوليسترول بترفع إنزيمات الكبد، أدوية الضغط، أدوية السكر، أدوية النقرس، كل الأدوية بترفع في رفع طبيعي عادي، جسمك شغال. لكن اترفع لدرجة وحشة ده الغلط، فما تقلقش من الكلام ده خالص. ألف سلامة عليك حبيبي. ابن الرب من سوهاج، ألو. ألو، مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا حبيبي. أخبارك؟ الحمد لله. معايا ضربات قلبي مش منتظمة، بترفع وتوصل، توصل 140 وممكن توصل 50، وتحس بجبة في قلبي، ضربات قلبي بتتجبر وتشتغل 10 مرات كده وتركن، تشتغل وتركن. عملت رسم قلب المجهود وعملت إيكو وعملت الجهاز اللي بيتحرك ده، رسم هولتر القلب اللي متنقل. الهولتر وتعباني جوه، بحس بجبة في قلبي كل شويه، قلبي بيتجبر ويشتغل ويركن، طب يشتغل الجهاز ويركن. ال 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 عملت جهاز الهولتر ده أظهر إيه؟ ألو؟ الخط قطع. طب معلش اتصل بينا تاني لو ملحقتش تكلمني. أنت عندك مشكلة في كهربة
الضفيرة الكهربائية جوه القلب دي محتاجة تروح حضرتك لدكتور قلب تخصص كهرباء فيسيولوجي كهربة القلب، والموضوع بسيط لأن ده محتاج بس تدخل واحتمال بنعمل كي للضفيرة دي. معانا إيهاب من المنيا، ازيك يا إيهاب؟ الله يسلمك يا فندم. علي صوتك يا إيهاب. ايوه يا فندم سامعك. أنا معاك يا حبيبي، أنا دكتور مجدي معاك. الله يسلمك يا دكتور مجدي، عامل ايه؟ علي صوتك يا إيهاب لو سمحت. ايوه يا دكتور معاك اهو. اتفضل أنا سامعك، قول. انا عملت تحليل فيتامين د والكالسيوم اللي فيه طلع 16. فيتامين د طلع 16؟ الكالسيوم طلع لا 16 بس قالوا لي المفروض النسبة الطبيعية 30. قصدك فيتامين د اللي 16؟ فيتامين د لا لا، هو النسبة الطبيعية اللي المفروض لازم تعدي ال 30، تقرب من ال 50 كمان عشان تبقى في الأمان يعني. ده معناه إنك أنت طب محتاج ايه تاخد، الحل طيب؟ بص، تروح الإجزخانة في فيتامين د اسمه فيتامين د 3. فيتامين دول ثلاثة؟ فيتامين د 3 بقى موجود في الإجزخانة ب 100 اسم واسم. تروح للصيدلي، في نوع مستورد هتلاقيه غالي شوية، وفي نوع مصري تلاقيه حنين شوية. قول له أنا عاوز دواء فيه فيتامين د 3. الحبوب دي بتتاخد 5000 وحدة في اليوم، كل يوم الصبح على شوية لبن، لازم شوية لبن الصبح بعد الفطار، وما يتاخدوش أقل من شهرين لثلاث شهور، وتعيد التحليل بعد شهرين تاني وتطمني. هو الصوت راح ولا حاجة؟ امال ايه هو بتاع حضرتك يا فندم؟ كنت بتقول الضفيرة في الكهرباء ومش عارف ايه والكلام ده كله. هو ده مين اللي بيكلمني؟ شهاب يا فندم معاك. ايه مالك ومال ضفيرة الكهرباء؟ انت مالكش دعوة بالتلفزيون، انا بتكلم على ده، سؤال على اللي قبلك مش عليك انت. ماشي يا فندم ماشي. تحت امرك حبيبي. بنت الرب من المنيا، الو الو الو، ألو مساء الخير مساء النور، علي صوتك. دكتور مجدي معانا؟ معاكي دكتور مجدي. طيب يا دكتور مجدي، أنا كان ليا سؤال عند حضرتك. اتفضلي. حضرتك دلوقتي لسه متكلم في الحلقة حالا عن اللحوم والكاتشب عليها بيضعف الذاكرة. تمام. طب دي بتتاكل على فترات متباعدة اللي هي قد ايه؟ يعني كل اسبوع وجبة مثلا؟ يعني كل اسبوع وجبه لو نفسك فيها، بس ما تكتريش الكاتشب يعني. لو بطاطس ماشي، اصل المشكله في الكاتشب انه مسكر. طيب معلش انا اسف، عندي سؤال تاني لحضرتك. اتفضلي. انا ابن اخويا عنده 2 وثمان شهور تمام. لحد ما كمل سنة كان كويس، بعد السنة بدأت تجيله نوبة إن هو بيعيط، ولما بيعيط نفسه بيروح وأطرافه بتزق. تمام. عمل تحاليل أثبت إن عنده نقص فيتامين د، وأنا اتصلت بحضرتك قبل كده وقلت لي نقص فيتامين د ما يعملش معاه الحكاية دي. هو مظبوط. حاليا عنده 2 وثمان شهور، الشكوى إن هو عنيد جدا. لا بالراحة عليا، عشان انتي كده ايه، هو فيتامين د ولا عنيف ولا بيزرق لما يعيط؟ دول 3 حاجات. هي هو دلوقتي يا دكتور، حاليا يا دكتور، هي النوبه دي بتجيله على ده بعد. طب شوفي فالسؤال دلوقتي، ما هو عنيد جدا عنيد جدا. لا دي حاجة ودي حاجة يا ماما. نوبات، بصي، نوبات لو حد طيب بيتعيط وبيتشحتف وبيزرق، لازم أول حاجة نستبعدها وجود مرض في القلب. فحضرتك هتروح لدكتور الأطفال يكشف على قلبه، لو لقى قلبه سليم يبقى ما عندناش مشكلة، ساعتها هنكشف عنده على دكتور أعصاب. يا دكتور، هو تم الكشف عليه وطلع القلب سليم وعملوا له رسم مخ. هو السؤال حضرتك ان هو عنيد، يعني بيقعدوا الحاجه اللي هو بيبقى عاوزها بيحكم رأيه عليها ويقدر يصرخ ويعيط لحد ما يعملها، طب دي يقعدوا يحايلوا فيه
دي نعرضه على دكتور. حبيبتي خليكي معايا، نعرضه على دكتور اعصاب، بنكتب علاج للكلام ده. على دكتور اعصاب؟ اعصاب. ماشي يا دكتور، شكرا. ألف سلامة. لا ومعلش، تبقي تديله فيتامين د، لو الفيتامين د ناقص عنده برضه من باب الاحتياط. ماشي ماشي، ألف سلامة يعني حبيبتي. متعرض على دكتور أعصاب؟ دكتور أعصاب. ألف سلامة عليه يا حبيبتي، تحت أمرك. معانا؟ ازيك يا عم كمال؟ أنا يا باشا. أهلا بيك، تفضل يا كمال. لو سمحت يا دكتور. اتفضل. انا من اول شهر 4 خدت دور سخونيه، وبعد كده خدت التهابات في المعده، عملت امساك معايا وخدت علاج لحد الان. اثناء الفتره دي وانا باخد العلاج حسيت انه النص وش اليمين منمل شويه. وقاعد لحد الان حاسس التنميله من فروه راسي ووش اليمين. ايه العلاجات اللي خدتها عملت لك كده بتقول؟ خدت علاجات كتير، 7 8 ادويه للمعده والامساك وكده. يعني نص وشك منمل؟ النص اليمين حضرتك. طيب هو حضرتك كشفت عند دكتور اعصاب ولا لسه؟ لا لسه. طب هو الاول انت اتفضل. اتفضل حضرتك. لا هو حضرتك لازم تكشف عند دكتور اعصاب، عاوزين نطمن الموضوع ده طبيعي ولا حاجه نفسيه. بس دكتور الاعصاب هيكشف على اعصاب وشك، هيعمل كشف على اعصاب الوش ويقارن النص اليمين بالنص الشمال، وغالبا هيطلع ما فيش حاجه ان شاء الله يعني. شكرا. ان شاء الله حبيبي، ما فيكش مشاكل، تحت امرك. هاني من اسيوط، ازيك يا هاني؟ هاني من اسيوط. الو، مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا هاني، ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا كان عندي سؤال لحضرتك. انا عندي 34 سنه وعندي اللوز بتتضخم وتربى صديد، فهل ينفع في السن ده الواحد يعملها ولا ما ينفعش؟ انت لو عاوز تشيل الطحال شيله بالمره، ما فيش اي مشكله. حضرتك ينفع ولا؟ بص، هو عادة طبيب الأنف وأذن بياخد قرار لشيل اللوز في حالتين، يا إما الالتهاب متكرر وعامله لك تضخم في اللوز، فاللوز فيها زي صديد مزمن والحالة دي ما بتخفش وبتجيلك في السنة مرتين ثلاثة أربعة خمسة ورا بعض، أو إن اللوز المتضخمة المصددة دي ممكن تبقى بتأثر على القلب. فحضرتك بتستشير طبيب فبتستشير طبيب انف. لما بتجيني الحاجات دي بتوجعني في رجلي. ايوه، ده اللي بنخاف منه، الروماتيزم بقى. فانا نصيحتي لو الموضوع هي المشكله، بس ان ايه، انت عارف الاطفال الصغيرين العمليات سهله بقى، الكبار بس مده البنج بتبقى اطول سنه، لكن ما فيهاش اي قلق خالص طالما انت صحتك سليمه وما فيش سكر ولا ضغط ولا كوليسترول. لا ما فيش. وقلبك سليم. يشيل لك الكوليسترول. لا مفيش مشكلة، مفيش مشكلة تاخد، بس وحياتك بعد ما تشيل اللوز خلي الدكتور يديهم لك ما ياخدهمش. يمكن تتزنق فيهم تبيعهم ولا حاجة. لا لا شيلهم يا حبيبي، فهمش حاجة خالص. انت عارف العملية دي بتاخد وقت قد ايه؟ الو؟ بص، اللوزة الواحدة بتاخد 3 4 دقايق، يعني العملية كلها ما تاخدش 10 دقايق، من أول البنج لغاية آخرها كلها شاكي براكب كده، نص ساعة تفوق بعد البنج بساعة، تروح ومعاك إزازة إزاز فيها اللوزتين تحتفظ بيهم للذكرى السعيدة يعني. سلامتك. مريم من أسوان، ازيك يا مريم؟ مريم من أسوان. أسوان ومريم. ألو، ازيك يا مريم؟ راحت مريم. طب معلش هنحاول مريم، معلش لو مش عارفة تتصل بينا تتصل بينا تاني يعني، لغاية لما مريم تيجي. يا جماعة أسئلة كتيرة جاتني في الفترة الأخيرة، هل ناخد الفاكسين ولا ما ناخدوش؟ من فضلكم ما تسمعوش الشائعات،
الفاكسين ضرورة للحماية من كوفيد. هو الفاكسين أيا كان نوعه، صيني، إنجليزي، أمريكي، اللي موجود في مصر على فكرة النوعين كويسين، والمجهود اللي بيبذل للدعاية للفاكسين مجهود فوق الرائع، على الرغم من ان احنا في يعني في الظروف اللي احنا بنمر بيها، لكن المجهود اللي بيبذل في الوزارة، في وزارة الصحة، مجهود فوق الرائع، بحييهم عليه، وبشجعكم اللي يجيله الدور يروح، واللي ما جالوش الدور يقدم، وما تخافوش. الموضوع كله عبارة عن 24 ساعة ارتفاع في درجة الحرارة مع كام قرص بنادول، كل حاجة بتبقى كويسة، فمحدش يخوفكم. وسيبكم من حكاية بقى علامة الوحش وثلاث ستات وهيحطوا لنا شريحة، الكلام ده كله كلام لا أساس له، وهنموت وهنتحول لو هنتسخط وهنقلب ضفادع وهنعض في بوز اللحاف، الكلام ده كله ناس رايقة بالليل بتخوفكم يعني، فاعملوا الكلام ده وما تخافوش يعني. ماشي يا جماعة، فما تطمنوا يعني. معانا؟ مفيش مشكلة، فبأكد على حضراتكم لو تتكرموا علينا ان احنا ناخد الفاكسين ونروح في المواعيد، وما تخافوش الفاكسينات آمنة. نسبة المشاكل في الفاكسينات 8 في كل مليون بني آدم، وكلها حاجات محلولة. انتوا عارفين الكوفيد مشاكلها تصل الى 16%، يعني من 8 في المليون ل 16%، رقم رهيب، فرق رهيب. بحيث لو جالك بعد 1000 شر عدوى، العدوى تمر عليك كأنها شوية ارتفاع في درجة الحرارة وسخونة خفيفة. يعني لو انت خدت الفاكسين وجات لك عدوى، ولا كأن هيجي لك حاجة، تحس انه عرض طفيف كأنك سخنت وارهقت كام يوم. لكن لو مفيش فاكسين هتاخد الكوفيد زي ما الكتاب بيقول، هتاخده بقى يعني لم يفهم نظمي رسمي، يعني هتاخده مظبوط. فمن فضلكم ما تسمعوش الكلام ده، كلنا خدناه كأساتذة وكدكاترة وكعائلات، يعني مش بكلمكم على حاجة ما عملناهاش، كلنا عملناها وخدناها. وأنا خدنا، أعرف اللي خد الصيني واللي خد الأسترازينيكا الصيني اللي هو الساينوفارم أو الساينوفاك والأسترازينيكا، الاتنين زي الفل. وعملنا تحاليل بعدها لقينا إن مستوى الأجسام المضادة للسبايك أنتي بودي زي الفل. فخدوه واطمنوا وما تقلقوش، وربنا هو الحامي العافي الشافي يعني. طيب، واستاذنكم نطلع فاصل صغير، ابقوا معنا ما تروحوش في اي حته. اطمن روح لطبيب الروح، ده الباب مفتوح، بابه مش مقفول، واللي خاف ليه متشال في عينيه، منقوش في ايديه، شعرك معدود، ربنا موجود، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده الهك حي ما بينامش، مالوش حدود. متعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، لا إلهك حي ما بينامش، مالهش حدود. يا سلام يا هلاك، طول ما جواياك، وإيدي سندك وعليك، خليه مسؤول عنك على طول، الهم يزول والفرح يعود، ربنا موجود، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامش، ملوش حدود. متعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما
بيمشي ملوش حدود لو ماسك فيه ومسلم ليه أمرك وعليه على طول مسنود تهدي الأسوار ربنا موجود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود إله حي ما بنمشي ملوش حدود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود إلهك حي ما بنمشي ملوش حدود لو ماسك فيه ومسلم ليه امرك وعليه على طول مسنود تهدم ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بنمشي وما لهش حدود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بنمشي وما لهش حدود ربنا موجود. أحبائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وبفكركم أن احنا كنا بنتكلم النهاردة عن الذاكرة والتركيز وكنا بنأكد أن الذاكرة ده وعاء ضخم رهيب العقل البشري عامل زي كمبيوتر دولة فيها مئات المليارات من الخلايا القادرة على تخزين معلومات لا نهائية. ان الكارثة اللي بتحصل لنا ان احنا بنسيء استخدام الجهاز بسبب كتر المشتتات وكتر التلاهي والتفكير في مواضيع جانبية والتشتيت اللي احنا بيجينا من ان احنا عمالين موبايل بيرن تليفون بيعمل ايه اخبار من هنا ناس بتتكلم ما عندناش فترات هدوء ما عندناش سكينة وراحة عقلية قلقانين متوترين خايفين من بكرة مئات ربما الاف من الافكار بتتزاحم ده ورقة ده فلوس ده مشكلة ده زيارة فالعقل مش هادي. فكل لما العقل يبقى هادي ومرتاح ومنظم وبنحافظ على صحته كل ما يدينا طاقة تركيز وانتباه وذاكرة ضخمة. طبعا بالنسبة للأولاد بنضيف ان كل ما جو البيت يبقى مريح كل ما الولد يبقى قدراته التخزينية والتحصيلية رائعة. يعني لما ماما وبابا عصبيين الولد من العصبية بيعرفش يركز ذاكر 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 زعيق صويت ضرب خناق الحالة دي بتخلي الذهن ما عندوش استعداد للتحصيل. فعشان كده خدوا بالكم انتوا بتعملوا ايه في نفسكم وانتوا بتعملوا ايه في اولادكم. تمام؟ وانا اتمنى انه كل حاجة تمشي زي الفل باذن ربنا. يعني معانا بنت الرب من المنيا. تفضل المنيا دايما حبيبتنا يعني تفضلي يا بنت الرب. الو بنت الرب من المنيا. ايوه يا ماما تفضلي. انت يا دكتور مجدي انا عندي ابني 3 سنين يا دكتور عنده زياده كهرباء وعملنا له رينتر عنده ودمور على المخ بس هو حاليا دلوقتي يا دكتور بيزعق جامد وضرب راسه في الحيط وبيمشي بس مش عارف هو بيمشي فين ما بيعمل ايه ومش عارف يتحمل من الغلط. بياخد دواء كهرباء ولا ما بياخدش؟ لا بياخد من الكهرباء يا دكتور سكان 2 سم ونص. الدواء ده مش كفاية نعم يا دكتور. الدواء ده مش كفاية عايز أدوية تانية. تمام. طب يا دكتور هو مش عارف
عارف هو بيروح فين، مش عارف يتحمل غلط، ومش قادر يسيطر عليه، وبيضرب في اخواته وبيضرب راسه في الحيط. بصي يا حبيبتي، الاول تظبطي له الدواء، الدواء اللي بياخده ده مش كافي. اول حاجه تدي له الدواء، تمام. تروح للدكتور يظبط لك الادويه. وتاني حاجه بقى توديه مركز تاهيل عشان يطلعوا الطاقه بتاعته. في مراكز مخصوصه تبع الحضانات او المدارس او الكنائس بيعملوا تاهيل وتنميه مرض تمام تعديل سلوك، بيبقى عنده طاقه زياده مش عارف يطلعها، حبسه البيت وسط اخواته عمال يضرب، لكن لما بيروح هناك بيطلعوا يا الطاقة دكتور. الزيادة اللي عنده. ماشي؟ طب يا دكتور انا عايز طيب يا دكتور، طيب هو بيضرب اخواته ومعاملته صعبه جدا، ولا بيمسك الشارع مش عارف ان العربيات دي بوظ العربيات جاي حبيبتي هو ضربهم تاني. لانه على فكرة، مواصلات. على فكرة أنا رديت على السؤال، هو ضربهم تاني بعد السؤال ولا ده نفس السؤال؟ يعني كده يا دكتور، أه هو نفس معلش السؤال. يا دكتور. طيب هو ما بيتكلمش، طيب هو عايز تخاطب او في تخاطب؟ لو عدى 3 سنين عاوز تخاطب طبعا. تمام. طب اعمل سؤال معلش يا دكتور، هو انا عايز اعرف الجمهور دي منين، هو مولود قيصرية. هو ممكن يكون جاله التهاب في انا فترة الحمل، نعم يا دكتور. ممكن يكون جاله التهاب وهو في بطنك، التهاب سحائي وهو في بطنك. تمام، يعني زيادة الكهرباء ديت من فراغ، لان في دكاترة بتلم من الفراغ لا مش لازم يا لما حبيبتي، بيجي عنده زيادة كهرباء. لا لا مش لازم يا تمام يا ماما، دكتور، يعني ربنا يشفيهولك ويقومهولك ديت من بالسلامة. فراغ. لا لا يا دكتور انا عايز اوصل لحضرتك العيادة، ما انت وصلتي. عايز لا اوصل لا لحضرتك العيادة. حبيبتي قولي لي انت فين وانا اوصلك لاقرب دكتور للحته اللي انت فيها. بعد الحلقه تواصلي معانا وانا تحت امرك، سيبك مننا احنا، احنا هنوصلك لاقرب دكتور ونعمل لك افضل معلش يا حاجه. دكتور انا تعبتك. تحت امرك يا رب حبيبتي. يخليك يا دكتور. تأمري شكرا يا يا دكتور، حبيبتي، يا رب تأمري يخليك، شكرا. تأمري تأمري. معانا مين؟ هدى من القليوبيه. ازيك يا هدى؟ الو. الو، ايوه عايز اكلم الدكتور مجدي. انا دكتور هدى مجدي، من القليوبية. انا هدى، انا دكتور مجدي يا هدى، انا اسف، انا دكتور مجدي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا ستي. طب ما بيتكلم. لا كلميني من التليفون، مالكيش دعوه بالتلفزيون يا ماما. انا عندي دي في الشريان التاجي، وباخد انجلوفيت 50، وباخد دازموسيت 75، وترنومين 50 يا دكتور. تمام. وانا باخد الادبوسيت ده بقالي 30 سنه باخده. تمام. عايز اعرف يا دكتور خطر يعني الوقت ده كله ولا لا؟ مش خطر ولا حاجه، لا مش خطر ولا حاجه، خديه 300 سنه ما يهمكيش. اخده بقى لغايه يعني ما العمر كله يعني ما لما تعدي اخد لما تعدي بص لما تعدي حبتين بالليل. لما تعدي 300 سنه كلميني. الو. طيب هي السؤال وصل خلاص يعني، ما تخافيش منه يا ماما. معانا جرجس من اسكندريه. ازيك يا جرجس؟ الله جرجس يسلمك يا دكتور. اتفضل يا حبيبي تحت امرك. الو. ايوه الحمد لله. ايش ربنا يخليك يا دكتور، سعيد اني بسمع صوت حضرتك. انا اكتر دلوقتي، انا عندي الفقره الرابعه والخامسه، وعملت شهر مقطعي ثلاث دكاتره قطنيه ولا منهم عنقيه؟ اثنين. ثواني ثواني، قطنيه ولا عنقيه؟ لا قطنية. قطنية، اتفضل. فرحت الثلاثة دكاترة، منهم اتنين كان شخصوا العلاج وقال لك دي عملية وشرايح ومسامير. تمام. فأنا خايف من العملية. أنا خايف من العملية. العمر كام سنة؟ فكنت سمعت حضرتك. أنا عندي 65 ونص. خايف من العملية. رحت سمعت حضرتك بتتكلم عن التقدم الحراري. أيوه. فرحت الدكتور، فقال لي ماشي اوكي مفيش مشكله، كان قبل العيد الكبير كده، فقلت له هاجي لك بعد العيد. فاليوم اللي كنت رايح له فيه قريت على صفحته على النت ان هو في مشكله حصلت مع واحد عملها له وتعب وكلام من ده، فانا برضو خفت تاني. لا دي المشكله، فتنصحني بيها حضرتك؟ بص هي يعني المشكله اللي حصلت للشخص ده ايه نوعها، لان الموضوع ده امن جدا. ايه نوع المشكله اللي حصلت؟ سمعت ان هو بعد ما عمل عمليه مشي كويس 3 ايام، وبعدين قعد وتعب واشتكى الدكتور، والدكتور قال له تعالى خد فلوسك وكلام من ده، فالناس دي ما كانش محتاجه فلوس على كلامهم يعني. وبعد كده هو عمل عمليه برضه شرايح ومسامير تاني، فبعد كده خف يعني اللي سمعته كده.
فبعد انا رحت للدكتور تاني بعد كده كان لسه جاي من المانيا برضه ورانا على الموبايل بتاعه ان هو عامل عمليات هناك وقال لي دي امنه وما تخافش منها. شوف بص العمليه لو انت ما عندكش هشاشه في العظم بتاع الظهر العمليه امنه جدا. يعني قبل ما تعمل العمليه بيعملوا اختبار هشاشه. طيب انا كلمت الدكتور ده قلت له انا سمعت على التردد الحراري قال لي ده بيعالج العرض ما بيعالجش المرض. ده يعني مظبوط. هو التعب اللي في ظهرك هيفضل موجود بس هتحس بالم لما هيمسك يكوي العصب الخامس والكلام ده. شوف بص هقول لك حاجه كويسه. التردد الحراري ده حل لما تكون مش عارفين نعمل عمليه او مش قادرين نعمل عمليه. لكن لو في انزلاق غضروفي والغضروف دايس على العصب ملوش حل غير عمليه. هو الغضروف قال لي منقول من مكانه دكتور. ما هي دي النقطه. التردد الحراري منقول من مكانه. التردد الحراري كل اللي بيعمله ان هو بيسكن الالم في العصب لكن ما بيحسنش الانزلاق. فلو في انزلاق غضروفي بيفتح ويشيل الجزء اللي دايس على العصب ويثبت الفقرات في بعض. المشكله كلها ان لما الفقرات لما الفقرات بتبقى هشه والعظم طري ده اللي بيبقى مش مستحمل عمليه. فانت بتعمل اختبار هشاشه اسمه ديكسا قبل العمليه. لو ثبت ان فقرات ظهرك سليمه حضرتك تعملها طالما القلب سليم وما عندناش موانع ودكتور التخدير موافق ما فيهاش مشكله يعني. طيب انا دلوقتي بشتغل ينفع بعد ما اعمل العمليه دي ارجع لشغلي يعني؟ هتاخد ورشه وشغل. لا هتاخد فتره هترجع تشتغل بس هتاخد فتره قبل ما تتعافى وتعمل علاج طبيعي. ممكن تقعد لك بعد العمليه من شهر لشهرين بتتعافى وتطمن على ظهرك وبعدين ترجع الشغل خفيف خفيف ما تشيلش حاجات تقيله يعني. بس مضمونه يا دكتور؟ هو مين اللي ضامن اي حاجه؟ الضامن عند ربنا حبيبي. احنا بنعمل الصح ربنا اللي يستر. اي عمليه في الدنيا بيبقى لو عملت التردد ده وما عملتش العمليه ممكن ابقى كويس. التردد بيخفف. بص التردد بيخفف الالم لكن ما بيصلحش الانزلاق. انا قلت الكلام ده قبل كده وقلت ان التردد بيتعمل عندما تغيب موانع العمليه تبقى في موانع للعمليه. فانت لو قلقان التردد ما فيهوش ضرر هو اللي بيعمله بيخش بابره رفيعه ويسخن جنب العصب فالالم في العصب يقل. عيبه انه بيرجع تاني خلال 6 شهور لسنه ده عيبه. انما بيعملوه لما بيبقى ما فيش امكانيات للعمليه. لكن شفط الغضروف والعمليه دي هي العمليه النهائيه اللي هو العلاج النهائي. فشوفوا ربنا يرشدك يعني. طيب الخط قطع معلش حقك عليا. معانا مايك من امريكا. ازيك يا مايك؟ ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. اهلا يا دكتور ربنا يخليك ويحافظ عليك. البرنامج بتاعك حلو جدا على فكره. حبيبي ربنا يخليك. عندي سؤال وانا مش هضيع وقتك كتير. عندي اكسكودون يا دكتور. وانا الانسان يعني سؤال غريب معلش يا دكتور. الانسان ساعات لما ما بيلاقيش علاج لحاله بخوف وتعبان ممكن يموت نفسه مش كده يا دكتور؟ يعني الواحد التعبان انت رايك ان اي حد تعبان بيموت نفسه رايك كده؟ انا بقول كده برضه مش كده؟ لا مش لازم طبعا يعني مش لازم يعني ليه يعني لو واحد بيهرش وانا بتكلم بجد صدقني وانا بتكلم بجد. هو انا عندي هقول لحضرتك انا عندي القلب والصدر وعندي كل جميع انواع التعبان يا دكتور وربنا ستر عليك. ما انت حبيبي حلو. ما انت حبيبي حلو وبتكلمنا اهو صوتك جميل وبتضحك ايه المشكله؟ صدقني يا دكتور بقى تعبان موت مش قادر اتنفس صدقني بقى دي عاوز اخد حبتين ثلاثه واروح اقابل ربنا يسوع. لا ما احنا لا اوعى تعمل كده طبعا. تروح تقابله ازاي؟ هو احنا مش اللي بنختار نروح هو اللي بيختار يجي. ما انا خلاص بقى يا دكتور انا تعبان صدقني. لا هقول لك حاجه بس عاوز ارتاح
افتح واروح لربنا يسوع. لا 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 بس ازاي احسن طريقه؟ لا ما فيش كده خالص، احنا ما بنؤمنش بالكلام ده. انت لو عملت كده تبقى انت قاتل نفس، انت كده بتقتل نفسك وده مش من حقك. نفسك دي مش ملكك عشان نقتلها ونأذيها. انت كده بتأذي نفسك وبتحط نفسك تحت دينونة، كأنك بتقول لربنا نفس الحياتي دي ملكي وانا بتصرف فيها، مش من حقنا نعمل كده. انت عندك مشكلة نعالجها لك، انا اقف معاك وعالجك واقول لك تعمل ايه ونخفف الالم ونعالج كل حاجة، لكن تأذي نفسك مش مسموح. ربنا بقى في الحالة دي يحطك تحت طائلة الدينونة، اوعى تعمل كده. انا ما عنديش حد. ما عندكش ايه؟ حل الموضوع بتاعي اعمل ايه؟ قول لي. طب بص، بعد الحلقه حضرتك تواصل معانا، قول لي ايه اللي عندك واللي في ايديا هعمله لك، لكن ما تعملش كده من فضلك. وجعتني الاه بتاعك دي، سلامتك طالعه من قلبك دي يا حبيبي. صدقني يا دكتور، سلامتك يا غالي، ربنا صدقني هيمد ايده وهيقف جنبك وهيشفيك ويعافيك، واحنا كلنا جنبك وهنصلي معاك، بس ربنا يحميك من الفكره دي. دي فكره من ابليس، مش فكره من السما. دي فكره بتتجرب بيها عشان ما تحطش نفسك تحت طائله دينونه، كده هتخش في حته الدينونه، فبلاش كده. الله يبارك لك. لا انت منورني، وبعد الحلقه تواصل معايا وانا هعمل لك اكتر من اللازم كمان. سلامتك يا حبيبي، الف سلامه، ربنا حافظ عليك ويحميك. بنت الرب من الأقصر، ألو. أنت يا دكتور مجدي؟ أيوة. يا دكتور أنا ابني عنده 14 سنة ونص. أيوة. وهو عنده أنيميا كرون من هو صغير. أيوة. والمهم هو عنده تبول لا إرادي، بس بالليل بس يا دكتور، كشفت له وعملت له تحاليل طلعت سليمة، وإشارة ظهره طلعت سليمة، فمش عارفة إيه الحل يا دكتور. الحل في أنيميا الفول ولا في التبول اللا إرادي؟ لا، في التبول لا إرادي. تبول لا إرادي عمره كام؟ 14 سنة ونص. طيب بأكتر من 3 مرات في الأسبوع؟ تقريبا. لو أكتر من 3 مرات لازم تعدي على دكتور أمراض نفسية وعصبية يكتب لك علاج. تمام يا دكتور. هو عندي عصبي جدا يا دكتور، مش هفتاك. طبعا التبول لا إرادي بيخلي واحد عصبي. بصي، في حلقة أنا عاملها على اليوتيوب اسمها التبول اللا إرادي. حضرتك مشكورة، بعد ما تقفلي معايا خش على اليوتيوب واكتبي تبول لا إرادي، هطلع لك بنفس القميص. يعني ليها علاج يا دكتور دي؟ ليها علاج، في علاج واثنين وثلاثة وأربعة وحاجات جديدة وجميلة وبتجيب نتائج هايلة. طيب وبالنسبة لأنيمية الفول يا دكتور، هي جات وعندي 3 سنين. لا، أنيمية الفول دي الحل تاخدي بالك من الأكل. الفول والفاصوليا والبندق والسوداني، تاخدي بالك من الأكل. يعني انا دكتور عامله حسابي. والادويه السلفا والاسبرين والنوفالجين، الادويه كمان في لسته ادويه كده تبقي واخده بالك منها، لازم الدكتور بتاع الاطفال يحط لك الليسته اللي ما ياخدهاش، واي ما تكشفي متى ما تكشفي عند اي دكتور تقولي له ابني عنده انيميا الفول. تمام يا دكتور. طيب يعني دي ملهاش علاج؟ ما تمشيش معاه. لا هو يعني لا دكتور. الحل الوحيد انك تتجنبي الاكلات والادويه، لستة الأدوية ممنوعة، أهم 4 أكلات الفول وريحة الفول، يعني ما تدمسيش فول في البيت، سمعاني؟ والفاصوليا والبندق أو المكسرات والفول السوداني. سلامته، ألف سلامة. معانا أم روماني من الكويت، اتفضلي يا أم روماني. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا ست الكل. تعيش يا دكتور، الله يخليك يا دكتور. انا يا دكتور تعبانه، انا عندي شويه حساسيه في الصدر من زمان. ايوه. بخاخه وكنت اخذ علاج، لما نتعب خالص اروح المستشفى نكعش. بس المشكله دي جايه الزور وجعني، وبيشخر لما ننام بالليل صوت الشخاره بتاعتك ده، صوت فظيع. ده بتاعك انت ولا بتاع جوزك؟ ايه يا دكتور؟ صوتك انت، يعني انت اللي عندك شخير بالليل؟ الشخير بالليل لما ننام بالليل ولا ننام بالنهار؟ المهم لما ننام صوت الشخير فظيع، بالليل يعني النهار نبقى كويس، ظهري كويس يبقى ما فيش حاجة، نيجي بالليل ظهري يوجعني. انت تروح الدكتور انف واذن، انت عندك لحمية يا ماما. انت لحمية فين؟ في ظهري. تحب اجيبها لك فين؟ طبعا في هتكون فين؟ طبعا في زورك. لا
يعني هي اللحمية دكتور، هي ممكن أقول أنا من الحساسية يعني يا دكتور. أيوة اللحمية يعني عندك ده، بس هي الشخير، ما هو الشخير ده بس من شهرين بعد، ما هو الحساسية بتخلي اللحمية تكبر شوية فتعمل لك الشخير. يا دكتور اللحمية بتاعتك فيها حساسية فبتعمل الشخير، تروح الدكتور أنف وأذن يعالجها لك، دي سهلة خالص. طب ما أنا كنت الأول كانت عندي حساسية بس ما كنتش بنشخر، اشمعنى دلوقتي يعني الشخير؟ أمر الله يا ماما، أمر الله غصب عني، أمر الله، نعمل إيه كده، كبرت من الزمن. طب ما فيش علاج يا دكتور؟ أي علاج ليه؟ لازم دكتور الانف واذن يبص عليك، هو بيكتب لك حاجتين، ادويه وبيكتب لك زي غرغره وغسول. يعني ممكن ليه علاج الشخير ده يا دكتور؟ ولا ان شاء الله تكلميني الاسبوع الجاي ما فيش شخير باذن الله، بس تروحي للدكتور. يعني سهل. وبالليل طب ليه زور بيوجعني بالليل؟ يعني النهارده عشان زور كويس بالليل نص الزور كده من الوجع. عشان لما بتنامي بتنامي على ظهرك، فالمنطقة بتلتهب أكتر، بيبقى دايس على زورك يعني، لكن وأنت واقفة الإفرازات بتنزل لتحت، لكن وأنت نايمة بتتجمع في زورك. روحي بس الدكتور الأنف وأذن، ربنا يرزقك برزقي وتبقي زي الفل إن شاء الله. سلامتك حبيبتي. يعني في علاج؟ صدقيني في علاج. ليه يا دكتور؟ إن شاء الله ربنا موجود ويبقى في علاج بإذن الله. معانا مينا من سوهاج. ازيك يا مينا؟ ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ معلش يا دكتور انا كنت بكلمك، الخط قطع، بس انا كنت بقول الادويه دي لو انا استخدمتها لفتره طويله فيها مشكله يا دكتور؟ انهي ادويه؟ اللي قلت لك عليها دكتور، الاستيكان وال انت لسه فاكر؟ والتريبنتازو. انت لسه فاكر؟ اه الخط قطع ما لحقتش. لا بص، معاك لغايه والولونزابين، معاك لغايه ما الادويه دي ما فيهاش اي مشاكل، بس بشرط الدكتور يبقى متابع معاك عشان الجرعه بتتظبط كل 3 شهور. تمام. امنه ما فيهاش مشاكل. ممكن تكون نفس مش انت بتاع الزنتاك او الرانيتاك حطوا شوايب في الشركه مش الماده الفعاله، دي قصه تانية خالص. تمام. يعني دي حاجه ودي حاجه تانية. دي حاجه ودي حاجه تانية. اطمن يا طب هو الدكتور بيرفع. نعم ماشي. ماشي يا دكتور. طمن ما تخافش، حط في بطنك بطيخة صيفي من غير بذر، نازل بطيخ من غير بذر حلو. ألف سلامة. مريم من أزيك يا مريم. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ الحمد لله. معلش يا دكتور أنا عندي سؤالين، ممكن أنا تفضلي حضرتك. تفضلي تفضلي. يا دكتور انا عندي 37 سنه، انا طبيعتي يعني ربنا يرحمني بشيل الهم كتير، يعني انا طبيعتي بشيل الهم بضعف ايمان يعني. عامه انا باخد اوميجا 3 اللي هي حاليا يمكن سنه. عندك ايه؟ باخد اوميجا 3 اللي هي سنه يعني. طيب ايه السؤال؟ السؤال اني انا يعني في، انا سمعت التركيز والحلقه، بس انا في ميت يعني في تشويش كتير وفي اضطرابات كتير، فهو هل يعني اوميجا 3 مش جايب نتيجه، فانا كنت عايزه اخد فيتامين د، بس انا يعني صراحه ما حللتش، هل لو اخذته لمده 3 شهور من غير ما احلل ده يضر؟ لا ما يضركيش يعني، بس لا هو ما يضركيش، بس احنا عاوزين نعرف قليل عشان لما ناخده ونتابعه. هو ما بيضرش، خديه ما فيش مشكلة، بس احنا لما بنحلل بنعرف هو كام عشان نعليه، لكن هو كدواء مش مضر، بس ما تزوديش عن 3 شهور. 5000 وحدة. طب هو يا دكتور اسمه العلمي يعني انا اروح اسمه العلمي اجيب ايه؟ فيتامين دال 3؟ فيتامين ايوه دال 3، هو اسمه في الاكزخانة فيتامين دال 3. قرص واحد يبقى يا دكتور؟ 5000 وحدة في اليوم. 6000؟ 5. 5000. هو القرص يبقى فيه 5000. السؤال الثاني معلش يا دكتور، استخديه على شويه لبن. ها على لبن؟ يعني انا بشرب القرص اشربه بلبن ان شاء الله. طيب شكرا يا دكتور. السؤال الثاني اتفضلي. ممكن اتفضلي، ما احنا مع بعض. اتفضلي. اختي يا دكتور عندها نقص في نسبه الحديد في الجسم. نسبة الحديد مش بتعلى خالص، يعني هي ليها سنة بتاخد البرشام المتابعة مع دكتور، توصل 50 وتنزل تاني.
فهل هي عندها تعب بقى في الصدر وكتمة نفس وكحة، دي يعني دايما بتجري على العلاجات الحساسية والصدر والحاجات دي، انما برضه ما فيش نتيجة. هل ممكن يكون نقص الحديد هو السبب في الحاجات دي؟ ممكن جدا طبعا. طب يا دكتور تكشف ايه عشان نقص الحديد ده؟ هل تكشف بطنه يعني عشان تشوف نقص الحديد ده ايوه الجديد ليه؟ تكشف بطنه، وافضل يكون دكتور بطنه تخصص امراض الدم. تخصص امراض الدم. بالظبط كده. طيب شكرا خالص يا الف دكتور، ربنا سلامه. يعوضك. الف شكرا. سلامه يا ماما، الف سلامه. طيب احبائي المشاهدين، كانت حلقتنا النهارده عن الذاكرة والتركيز. ربنا يمنح الجميع أفضل ذاكرة وأحسن تركيز. بفكركم إن الفيسبوك بتاعنا، معلش هو مش هيطلع على الشاشة لظروف برضو النت، اسمه دي آر مجدي إسحاق أوفيشيال، الصفحة الرسمية الوحيدة اللي احنا بس مسؤولين عنها. أرجو تنتبهوا عشان محدش ينتحل اسمنا ويحط كلام ينسب إلينا بلا أساس. يعني بفكركم إن برضو اسمنا دكتور مجدي إسحاق عربي او انجليزي. في قناه على اليوتيوب عليها كل البرامج، ممكن تتابعونا عليها يعني تستفيدوا من كل البرامج المجانيه اللي بتبث عليها دي. يعني قناه مفتوحه لاي حد يحب يتواصل عليها. برنامجنا بيتذاع كل 3 8 مساء، يتذاع بكره الاربعاء 2 الظهر، ثم اخيرا اخر يوم في الاسبوع الجمعه الساعه 5 بعد الظهر. تشرفت وتباركت ان انا كنت معاكم، واشكركم على متابعتكم الرائعه واسئلتكم الجميله وثقتكم الغاليه اللي هي بتتوج راسي. ودايما مع بعض في الخير والنعمه والبركه والخدمه، احنا تحت امركم في اي وقت. والى ان اراكم الاسبوع القادم، لكم مني ارق واجمل واحلى الامنيات. تصبحوا على مليون خير.